السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتم بتشوفوا هذا الفيديو اليوم، الفيديو رسم الكتروني، فبعتذر لكل محبين الرسم التقليدي. يعني راح اوقف هاي الفترة شوي هيك رسم تقليدي او يعني اكريليك وزي هيك، لانه يعني صراحة حابة ارسم بالرسم ديجيتالي، فيعني راح اوقف شوي رسم تقليدي. وقبل فترة يعني كان في عندي مشكلة في اللابتوب، انه برامج التصوير كان الجهاز متعرف عليها عنها فيروس. يعني كنت بحاول أصور الشاشة ولكن جهاز هيك ما بعرف شو صار معه، صار يحكي لي إنه لا، هذا البرنامج فايروس وما بعرف شو. طيب يا ابن الحلال، صار لي سنوات بشتغل على نفس البرنامج، الحين جاي تحكي لي إنه هذا البرنامج فايروس؟ مش عارفة إيش هو اللي صار، لأنه أنا يعني اعتذرت لبابا، خليته يوديه لعند صاحبه يعني يجزيه الخير، فرمت لي اياه، ولكن نزل لي 3 برامج تاعون الفيروس، انتي فيروس. اذا بدي احط صورتي راح يفكرها فيروس. فالمهم زبط الموضوع، خليت البرامج تتجاهل هذا الموضوع يعني، ومشى الحال زبط. المهم خلينا مع الرسم شوي. حاليا انتم شايفين شغلات غريبة، هاي الصراحة تجربة أولى بالنسبة لي في هذا الموضوع، انه ما ارسم الدفتر بالأول بعدين اخذ صورة او ارسمها على الفوتوشوب، لا، على طول بدأت رسم في البرنامج هيك على طول. وانتو شايفين جنب الرسمة في مجموعة صور قاعدة بختار بيناتهم او قاعدة بقلب بيناتهم عشان يكون زي مرجع إلي، عشان اشوف التفاصيل كيف ممكن تكون، يعني تفاصيل الفستان او تفاصيل الوجه للبنت. صحيح انه مو نفسها بالضبط قاعد بعمل، ولكن يعني قاعد باخذ منهم. يعني جمعت مجموعه من الصور العشوائيه، جبت ارنب، جبت فستان، جبت بنت، يعني زي هيك عشان بس اطلع رسمه. صراحه ما كنت مخططه كتير لهاي الرسمه، بس كنت حابه اجرب هاي الطريقه، فكنت هيك يعني بدي ارسم اي اشي، فاهمين كيف؟ يمكن عشان هيك انه ما خططت كتير قبل ما ابدا ارسم، عشان هيك النتائج ما كانت كتير، يعني بإمكانكم تقولوا إني مش راضي عنها كتير، ولكن حبيت أشاركها معكم لأنه هاي أول مرة أجرب هاي الطريقة، يعني قلت خليني أشوف شو راح يطلع منها. المهم بدأت هيك تخطيط، وبدأت بالألوان، وبعدين أول شي يعني خططت، وبعدين بدأت بالألوان، حطيت الألوان اللي بدي إياها في المناطق اللي بدي إياها. بعد هيك بدأت بشوية تدرجات للألوان، يعني مثلا غمقت في بعض الأماكن وفتحت بعض الأماكن، وكان الهدف إنه بدي أرسم إشي يكون زي، بتعرف هدول الرسمات اللي بيكونوا لاين آرت، يعني اللي بيكونوا هيك مخططين، زي بيكون زي رسمات الأنمي، بيكون فيهم شوية ظلال بسيطة، وبيكون فيهم خطوط، الخطوط هي اللي مخليهم هيك كتير حلوين، يعني فيهم كتير تفاصيل ولكن ما فيهم كتير ظلال، فاهمين علي؟ ولكن أنا عملت العكس تماما، أو ما بعرف شو هي الطريقة اللي قاعدة بعملها، يعني الصراحة عشان أكون واضحة معكم، أنا الصراحة مش عارفة شو أنا قاعدة بخبص، بس كنت يعني حاب هيك أكتشف يعني شو ممكن يصير لو حطيت مثلا ألوان، أو الأول بالأخير حطيت شوية خطوط وزي هيك، شو يعني شو راح يصير معي أو شو النتائج. فعشان هيك يعني اللي قاعد بتشوفوه يمكن يكون غريب شوي. بعد هيك بعد ما حطيت الظلال في بعض الأماكن، بدأت شوي بتخطيط، شوي تخطيط بألوان فاتحة، وبعدين قلت لا بدي أخطط بألوان غامقة، وبعدين خططت الوجوه بالأخير يعني بألوان غامقة وخطوط عريضة، مش عارف طلع غريب بالشكل، انتوا راح تشوفوه بالأخير. فيعني هيك بس هي تجربة أنا حبيت أشاركها معكم، يمكن هاي الرسمة ما تعجب البعض، يمكن تعجب البعض، I don't know. قلت بما أني رسمتها خليني أشاركها، وهيك أنا يعني طولت عليكم، راح أسيبكم مع الفيديو وبشوفكم في نهاية الفيديو. Thank you.
طيب يا جماعة، هيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، وإذا انبسطتوا واستمتعتوا اضغطوا لي لايك، وإذا مش مشتركين حبيت تشتركوا في القناة يعني أهلا وسهلا. أشوفكم في الفيديوهات الجاية، يلا سلام.